وحشتوني جدا، اسفه للغياب الطويل ده كله، بس اخيرا رجعت الحمد لله بعد غياب 3 اسابيع. الحمد لله. طبعا انا عايزه اقول لكم رجعت على المنظر يعني لكم ان تتخيلوا لما يبقى راجل عازب قاعد لوحده في البيت، هيبقى منظر البيت شكله ازاي. انا لسه بفوق من الصدمه اللي انا شفتها اول ما دخلت البيت. طبعا كان البيت مبهدل جدا، يا دوب كده روقت على السريع عشان خاطر الولاد طبعا والتراب. وتاني يوم ده روتين، تاني يوم بقى على طول حضرت لهم الفطار، هم يحبوا يفطروا بقى السندوتشات بتاعتهم والكاتشب والشاي بلبن. هنا بقى يعني ده لازم بالنسبه لي كوبايه القهوه بعد الفطار على طول. هنا بعملها في الكنكه الفخار دي، بحط يا دوب هي معلقه سكر واحده وكمان معلقه بن واحده، وبعاير الميه بقى بتاعتي بالكوبايه اللي بشرب فيها، بحبها كوبايه صغننه كده. بصوا بجد وحشني القناه، وحشني الرغي معاكم، وده اول روتين ليا في القناه، فانا محتاجه رايكم هل انفع بقى في الروتين ولا لا، يعني ضروري جدا. قهوه على النار اثناء بقى وبوطي عليها على الاخر، بتاخد مني من 5 7 دقايق. كنت عملت فيديو مخصوص للموضوع ده اللي هو التسويف وزياده الانتاجيه، ان احنا ما نهدرش في الوقت. يعني اثناء ما القهوه على النار كان في كام طبق في الحوض هنا غسلتهم. بصوا الكنكه دي جوزي رجعت لقيته بيقلب بيض، بيسلق فيها البيض ويقول لي لا انا هوريكي طريقه سلق بقى للبيض جديده، ولقيته حط البيض في الكنكه. بجد اتصدمت، الكنكه بعمل بيها السحلب، بصوا بوظها لي ازاي. بس حطيت فيها شويه ميه وشويه صابون مواعين وحطيتها تاني على النار عشان اعرف اغسلها. كل ده عملته وانا بعمل القهوه، وانا القهوه على النار يعني بجد، وبعمل الموضوع ده كتير. يعني سايبه حاجه على النار ومستنياها، بلا واقفه اي حاجه في المطبخ وانا واقفه. مش عارفه اقول لكم ايه، بس بصراحه البيت كان وحشني جدا، وهنعمل حاجات حلوه هنا مع بعض جدا، بس محتاجه رايكم ضروري. ما تنسوش تقولوا لي حبيتوني في الروتين ولا لا، يعني لو ما حبيتونيش هغير على طول. بس انا حابه الروتين في حاجه، ان باخد يعني عارفين اللي هو ممكن اعمل حاجه سريعه فيه. بمعنى ايه؟ ممكن اعمل لكم وصفه في الروتين تبقى كده، وطبعا مش اي حاجه هعملها وهصورها، يعني انا برضو مش هطلع اكنس وامسح وانشر والجو وهصورها لكم، لا خالص. طالما في حاجه جديده هقدر اقدمها خلاص بعملها من خلال الروتين، وبتبقى ايه سريعه كده، فاهمين؟ دي القهوه بتاعتي بقى. كنت بقى اليوم الصبح ده في نفس اليوم نزلت بقى اجيب شويه طلبات للبيت، فجبت الطماطم دي، بتبقى بجيب الطماطم اللي هي بتبقى طريه عند الخضري كده، بجيب شويه كتير كده واسلقهم زي ما هم كده، اغسلهم واسلقهم واسيبهم بقى على النار كده شويه، واعملهم بقى الصلصه. صلصة بضيف عليها كده معلقه سكر بعد ما اضربهم في الخلاط واصفيهم، بضيف معلقه سكر ومعلقه ملح ومعلقه بابريكا. شفتوا بقى البيضات الطري بتاعتي تحفه في الفرش، عجبت جوزي جدا بجد وبنتي صح قاعده جنبي هنا، فبصوا تحفه جدا بصراحه. يعني التصوير ظالمها جدا جدا جدا، فرشتها وما استنيتش ان انا انضف اصلا الانتري وهفرشها كده تبقى رايق. انا نضفت وقلت كده هفرشها على طول، لان انا من النوع اللي هو ولادي ما شاء الله بيبهدلوا الدنيا بسرعه. جينا بقى بصوا الحاجه اللي مبسوطه بيها ابو العروسه، بس حاسه ان الجزء ده رخم شويه او مش زي الاجزاء اللي فاتت، او بصوا زي ما بيقولوا عارفين اللي هي الفكره لما بتتعمل مره واتنين وتلاته بتبقى ممله شويه. هو ده اللي انا حباه في التلفزيون. لازم بقى طبعا احسس جوزي بوجودي في البيت، فطبعا عملت له حاجه كده في البرد ده شويه، حاجه كده يحس بقى لا في واحده ست كده موجوده في البيت. عملت له بقى ده، وكمان عملت له فراخ. بصوا هو انا من النوع اللي ممكن اعمل المحشي يوم لوحده من غير اي فراخ او لحوم، بس بما ان هو انا كنت غايبه عنه شويه وهو ما كانش بياكل كويس، فقلت لا يعني لا نغير الروتين شويه. انا شوحت الفراخ وبنزل عليها بالميه المغليه عادي جدا وبتتسلق، بس بديها صدمه زي بديها صدمه وبعد كده برجع كاني بسلقها. تمام. ايه تاني؟ هنا قلت هعمل لهم عشوره ومحدش يقول لي ده مش وقتها، انا ما بعملهاش في وقتها اصلا. كل اللي بعمله بنقع بس القمح في ميه مغليه اي كميه انتوا تفضلوها. ورجعت بقى عقبال ما نقعت القمح كنت جايبه لفت لاني جدا جدا، فكنا بنتخانق عليه، فانا قلت هخلله. انا بقى لي يمكن 3 سنين اسره بنميل للمخلل،
تقولي لي طب والاطفال والخضار؟ اه بياكلوا الخضار بس في صور تانية، يعني ممكن ياكلوه ني، ممكن ياكلوه في الطبيخ نفسه، فبياكلوه بصور تانية، مش يعني مش السلطة اكتر. فكنت بقى بغسله هنا واقطع الجذور بتاعته. بصوا حاسه انا كده الفتره دي شويه وباين عليا اكتر في القناه، مش عارفه بس بحاول اتغلب على ده، مش سايباه يسيطر عليا. وخصوصا بقى بصوا راجعه بقى ريان ماسك فيا، بصوا سامعين صوته معايا اهو، فماسك فيا قوي قوي قوي، مزهقني اكتر. هنا بقى ده هنا بعد ما عملت المحشي كله. مش هنستناكم بجد، ما تنسوش تكتبوا لي ايه رايكم في الروتين. هو بصوا باخد فيه فيديوهات قصيره لوصفات، فاهمين؟ طبعا مش اي حاجه هنا هعمل بيها روتين. هنا بعد ما نام بحب اللي بحبه قوي. كل ده بعمله ان بتوين، يعني ايه؟ يعني عملت الليفت بعد ما حشيت الكرنب وحطيت يستوي، عملته تمام كل ده، والكرنب بيستوي على النار، وكنت نقع القمح من يعني من وانا بعمل، انا بعمل الخلطه وانا بسلق الكرنب. تمام، بحب تكون الخلطه جاهزه، لو الخلطه جاهزه بحس ان المحشي كله سهل. هنا بحب اقطع الليفت هنا صوابع، مش في ناس بتحبه دواير، ترانشات دواير كده، او اللي هي انصاص ارباع زي ما. انا بحبه كده. تمام، قطعت الكميه اللي انا جايباها، انا مش جايبه كتير، حوالي 3 كيلو، وحطيتهم في البرطمان. طبعا البرطمان كنت معقمه بشويه خل و يعني خل، وبعد كده نشفته كويس جدا من الخل. احكولي بقى عملتوا ايه الفترة اللي فاتت، لو في جديد في حياتكم عرفوني عملتوا ايه، يعني بحب التفاصيل دي شوية. هنا بص بحطه في البرطمان وبنزل عليه بمعلقتين من الملح كبار وبسيبه لتاني يوم. هتلاقوا بقى ان هو الكمية نفسها كشت بتاعته ونزل مية بتاعته. تمام، فهو لازم يتساب يعني يبات ليلة كده او على النهار. هنا وانا بحط عليه الملح. ها انفع في الروتين ولا لا، ولا نرجع لحياتنا؟ بس مش عارفه اصور، مش عارفه اسجل بسبب ريان. ريان ماسك فيا قوي 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 الفتره دي، فمش عارفه اركز، وما بينامش، والله ما بينامش خالص، فقالب مودي كده شويه، ضاغط على اعصابي، فده يمكن برضو سبب مخليني كده يعني عندي حالة ملل. بس قلت هرجع للقناة بقى، لان انا فعلا معاكم في القناة بحس لا بحاجة، بعمل حاجة، ليا اسرة تاني، ليا ناس بتسأل، حاسة ان انا ان انتم مفتقديني طبعا، ده اكيد ولا ايه؟ ولا انا فعرفوني، عرفوني في الكومنتات، متنساش بقى يعني ضيفولي اللايك. تمام، بس بقى الحلة دي تنزل على القلب مش المعدة، بجد بجد. بصوا مع شوية بقى الطحينة، احنا هنا بنحب المحشي قوي مع الطحينة ومخلل طبعا، يعني احنا عندنا الاساسي مخلل قوي. وكمان ايه تاني؟ الفراخ بعد ما اتسلقت رحت محمراها كده على النار، اخدت اللون البني الجميل اللي انتوا هتشوفوه، بصوا لونها زي ما قلتلكوا. بصوا انا المحشي يعني متعودة اعمل يوم يوم لوحده، بيبقى مثلا اعمل ورق عنب جان كوسة كده، لكن مش هعمل ورق عنب وكرنب، لا بيبقى صعب. نيجي بقى لليتنا. بصوا كنت سلقته بقى بعد ما تنقعوا القمح في ميه مغليه، كبوا الميه وحطوا ميه جديده واغلوها على النار. هنا بعد ما اتغلت كده اخدت نص الكميه، ضربتها بشويه لبن في الخلاط. تمام، انا بعمل عشوره خلي بالكم، تمام مش بليله، لو بليله شويه لبن وخلاص خلصنا. هنا اخدت نص الكميه وضفت عليها كوبايه من اللبن وضربتها في الخلاط. تمام، في طرق كتير للعصورة بس الطريقة اللي انا بعملها بيها وبحبها. طبعا تقدر تتعمل طواجن مفيش مشكلة، بس يعني كسلت ان انا اعملها طواجن، فقلت كده احطها كأنها ايه، حاجة ساقعة، يعني احطها في اطباق واحطها في تلاجة وخلاص. بعد ما ضربتها في الخلاط هنزل عليها في الحلة، شايفين شكلها؟ فالقمح بقى بيفرم وبينزل النشا بتاعه، فمش بتاخد نشا كتير. هنزل بقى اللي في الخلاط هحطهم على الباقي الحلة. تمام، وكمان هجيب بقى ايه، كوباية، لا الاول هحط السكر. طبعا بتحلوها زي ما بيعجبكم، التحلية اللي تفضلوها.
بعد كده جبت حوالي نص كوباية من اللبن تاني، ضفت عليها معلقتين او 3 معالق كبار من النشا. تمام. الكمية بتاعت البليلة اللي انا عملتها القمح كان حوالي ربع كيلو، ربع كيلو قمح، فعمل لي كمية كويسة يعني، ما شاء الله مش قليلة. هنا بالنشا كويس. بصوا القلم الفسفوري اللي منور ورا ده بيلعبوا بالحاجة وحطها لي في المطبخ، يعني انا لسه مطلعة الصلصال بتاعهم من التلاجة. وبعدين جنبي اهم البهوات وسامعين، مش اي حاجة نحطها في التلاجة. بعد ما ضفت النشا بصوا بقى ابتدى يتخن، فبالتقليب المستمر طبعا على نار متوسطة، اول ما يبتدي يتخن ندفع عليه النار. صبيته في اطباق كده، نزلت عليه بشوية من جوز الهند وكمان شوية من الفستق او الفول السوداني مكسرات، حطيتها بقى في التلاجة. بقينا بقى للفت بتاعنا ده، بصوا شايفين شكله كده، المية نزلت منه وشايفين بصوا الريان بيعمل فيا ايه، مش عارفه المية هنا باينه لكم ولا لا، بس اللي خلى اللفت قبل كده بيبقى عارف ان هو بينزل ميته. تمام. ابتدي بقى اقشر بقى البنجر. طبعا البنجر مفيد جدا جدا جدا، كتروا منه للولاد، وخصوصا دلوقتي الفراوله طالعه، فايه ابوه مع الفراوله تحفه جدا، كميه حديد رهيبه. سلطه البنجر ممكن نعملها مع بعض، هعملها لكم مع بعض بعد كده. قطعت البنجر وبشرته وقشرته قصدي بالمنظر ده، وبعد كده هقطعه برضو 4 ارباع او انصاص وهحطه مع اللفت، طبعا يعني على حسب اللون اللي انتوا عايزينه. انا قطعت 2 وحطيتهم، ممكن تضيفوا اكتر من 2، ممكن تبقى 1 كويس، يعني اللون اللي تفضلوه يعني على حسب اللون. في ناس على فكرة بتضيف ايه كلون برضو، تديله لون علشان يساعد ايه اللفت. تمام. وكنت غالية مية في الكتل وسايباها، يعني اللي انا بضيفها دي ميه دافيه، ميه دافيه مش سخنه، ما ينفعش نحط الميه السخنه في الحاجه البلاستيك، فالميه دافيه عاديه مش ميه سخنه. تمام. وضفت كمان، لا ما ضفتش حاجه، ما نضفش خل، يعني انا فضلت اضيف بقى واصل. طبعا هي مش هتغطيه لان اللفت بيطلع مع الميه. قفلته وسبته على جنب، هو كده خل واربع خمس قوي. وبعته اخد وقت قد ايه بالظبط؟ اكيد انا هصوره لكم في وقت تاني ولا لا. بعد ما خلصت بقى ده كله، ضروري جدا 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 منكم او تكون صدقوني جدا، زي ايه؟ غيري، حطي لون مانيكير جديد، حطي روج لون يكون جريء، يعني لون غير متوقع ان انت ممكن تحطيه. اعملي دايما حاجه في يومك انت ما كنتيش مستحيل تعمليها او مش متعمليها. البسي لبس الخروج، البسيه في البيت، اعملي تنظيف بشره لنفسك. وقريب جدا هصور لكم الروتين بتاع بشرتي نفسها. تمام. اعملي حاجه يعني غير المألوفة اللي انت بتعمليها في يومك. احنا هنا بصوا صورنا كل اللي احنا بنعمله في البيت مخصوص للحاجات اللي انا ممكن اعملها لنفسي خلال اليوم. تمام. ده كان فيديو والروتين النهارده، اتمنى ان هو يكون نال اعجابكم، والفيديو الجاي او اللي بعده ان شاء الله هعمل لكم الروتين بتاعي الشخصي نفسه اللي بفصل بيه المود. استنوني في فيديو جديد قريب.